السلام عليكم. من قلب داري مرة أخرى كنتلاقى معكم باش نشكركم. هذه المرة بغيت نشكر ونبين أتيل بوان هاد كورونا بينات باللي فينا الخير، فينا الحوايج الإيجابية الحمد لله. هاد الاتحاد وأن الناس، المجموعة ديال الناس اللي كتستمع للنصائح، والناس اللي كتخرج تخدم، والناس اللي في طرقات رجال الدرك الملكي والشرطه، واللي كيقوموا بواحد الواجب وفوق الواجب ديالهم، الاطباء والاطر كاملين والفرمليه، وايضا هذه المبادره اللي كنشكرهم عليها بزاف، رجال الناس الاطباء اللي عندهم العيادات الخاصه واللي فتحوا العياده ديالهم للدوله من اجل ايضا استقطاب هاد المرضى من اجل التخفيف. ولكن والله ثم والله حرام علينا اننا هاد الناس وهاد المجهود، وحنا مازالين كنشوفوا الناس مع الاسف في الطريق، مازالين الناس كيخرجوا اللي مضطر، معليش الله يحسن العوان، ولكن عافاكم خاصة في الأحياء الشعبية. أنا كنشوف أنه مازالين بعض الناس كيصورهم ليا وكيصيفطوهم ليا، مجموعة أربعة وخمسة هنا، علاش علاش يا ولدي علاش؟ أنا كنعرف أنكم كتبغيو بعضياتكم في الأحياء الشعبية ربما، ومتواصلين أكثر، وكتبغيو تعودوا على مشاكلكم، ولكن دخلوا لديوركم عافاكم، لأنكم إلا عزيزين عليكم والديكم وخوتكم ما تدخلوش ليهم المرض، عاونوا الآخرين. وإلا ما كان شي واحد ما كيهتمش ولا ما كيامنش وقوي وكيقول انا ما غاديش نمرض، على الاقل يخاف على الاخرين. شكرا لكم وشكرا على هذه المجهودات اللي كيداروا، والناس في العالم كامل احنا نتألموا اللي وقع فيه، ولكن ما نبغيوش هذاك الشيء اللي وقع له يوقع هنا، خاصه اننا ما عندنا ما نخبيو. كان نعرفوا ان عندنا الاسره قليله، والمستشفيات ما تقدرش تستحمل واحد العدد كبير ديال المرضى. عافاكم ما تمشيوش، لا ترموا بانفسكم الى التهلكه. شكرا لكم، الله يحفظنا مجموعين.